قبل فترة كلمت واحد من الشباب ونسولف انا وياه طالعين ويبغى يتسحر وكان يبغى يتسحر كنتاكي. قلت له والله انا لي كم سنة ما ذكته. قال انت سويت خطأ كبير في حياتك، لازم اليوم المفتوح هذا تتسحر، حرنا اليوم من كنتاكي. طبعا هذا مو بتحدي اني اخلص الاكل، لا نجرب اكلات حلوة ونروق، يوم مفتوح تستانس ما تاكل لين تنفقع. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع مين؟ هنا عندنا بطاطس. طبعا دقيقة قبل أن أكل لا تنسون عادتنا، إنك شفت إنه حر ورانا صيام، وإذا لك في القهوة وما كنت تدري عندنا الحين محمصة، أنا شريك في هذه المحمصة الجميلة، محمصة صحباء. نجيب لك البن من المزارع خضراء ونعتني فيها ونطلعها بشكل حلو حتى تشرب قهوة وتوسع صدر. كود خصم 15% حقي هنا، رابط الموقع تحت بالوصفة تشوفه قدامك. الأكل حقنا الحين قول بسم الله الرحمن الرحيم. بنشوفون هذا البطاطس مع الجبنة السائلة. اللي الغريب انك اذا جيت تطلب اونلاين ما يعطونك الجبنة لحالها، تطلبها على جنب، شيء مؤسف وبيكون ناقص من التجربة هذه. بس البطاطس حق كنتاكي اذكره دايم، البطاطس الحار اول ما نزل كان شيء مو طبيعي والى الان شيء رهيب. بسم الله مع الجبن مو طبيعي، بدايه موفقه. معنا بوكس هنا هو المهم، هذا فيه تويستر، فيه ستريبز ما قدرت القاها لحالها، ولكنها هي اللي غشني فيها ذاك اليوم وعطاني قطع منها. تاكلها دجاجه كذا لحالها، تشوفون شلون ذهبيه وطرية بشكل ما هو طبيعي. هذا اللي صدمني ذاك اليوم. ومعانا هنا صوص ثوم قلبه كذا، يا سلام سلم، طرية بشكل ما هو طبيعي، حتى لو تاكلها بدون شيء مرة رهيبة. هو شوفوا انا بندم في مشروع نشفان في الموضوع، ولكن ممتع في تقدم فعلا. لون الدجاجة نفسها مختلف صاير ذهبي، وهذا شيء مرة حلو. بسم الله الله، تخطيصة الثوم هذه كلام ثاني، والقرمشة برضو حقة الدجاج صايرة مميزة. ففعلا كنتاكي اختلف. ومعانا هنا تويستر، تشوفون هذا الساندويتش التاريخي، جزء اساسي من التجربة في كنتاكي. فخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الدجاجة كيف طرية وجميلة، فعلا أحس في اختلاف كنتاكي وفي تطور في الأكل نفسه. نوعية الدجاج طبعا هي مختلفة صايرة محلية، فهذا هو الشيء الأساسي اللي يختلف على التجربة السابقة. غرقناها بالثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الأكلة مكتوب عليها دبل داون، أنا بالنسبة لي واحدة من أحلى الأكلات اللي كنت أكلها عندهم، بس للأسف الوجبة نفسها دبل داون ما هي موجودة. دبل داون اللي كانت شريحتين دجاج وها مرتدلة، شريحة جبنة، صوص مايونيز. ولكن فيه أختها اللي عليها شريحة خبز. تشوفون هنا شريحتين الدجاج الذهبية، شريحة الجبن بينهم، والطماط والخس مايونيز فوق. طبعا هو المفروض انه يعني الصلصه الخاصه مايونيز وبهارات اشياء حلوه. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر تتامل هذا الجمال، لكن هذا الجمال ما يقارن بالجمال اللي كان في الدبل داون. المفروض يرجعونها والله العظيم. هذه مايت الزنجر ولا؟ طيب ونجي لواحدة من الأساسيات،
هذه المفروض انها المايت الزنجر بشريحتين دجاج مع صلصة خاصة من تحت من فوق. لون الدجاج فعلا مختلف في كنتاكي اخر فترة. انا بالنسبة لي اشوفه مختلف. خلونا ناكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مع صلصة بافلو او شيء، لكنها جميلة جدا. صدقني اذا انت كنت في نفس موقفي لك فترة ما اكلت كنتاكي بالسنين اتكلم، في تقدم ملحوظ جدا. طبعا اللي ما يعرف انا عندي مشكلة مع الحار، بديت اعرق على طول من الصلصة الحارة البسيطة هذه اللي فيها. طيب الحين مش عارفني وين السنجر صدري. طيب هذا زنجر عادي. قول طلبت نفس الشيء مرتين. الاثنين هذول كلهم زي بعض. شكلي طلبت نفس الشيء مرتين. ضارب فيه دجاج والزنجر كلهم نفس الشيء. العادي. خلاص نحطه على جنب واحد منهم. واحد منهم. نستمتع فيه. وناكله. طبعا هذا لازم تسوي له حركة. قول به. كذا. تعطيه ثوم. يا سلام. شيء فاخر وبسيط وممتع يعني. هذا سوبريم. طبعا فيه سوبريم اتوقع انه هو هذا، لجيك شريحة دجاج معها شريحة مرتدلة حلوة، شيء متكتك، والخبز نفسه مختلف. خلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ناقصها صوص جبن والله العظيم، بس حلوة مع شريحة ديك رومي. والله ما هو منطق. علمني وش فرق هذه عن اللي قبل شوي. والله ما ادري نفس الشيء ولا خلل فني قاعد يصير. طيب نشوف هذه الكبيره ممكن فيها شيء مختلف. يا ساتر. طبعا هذه عملاقه جدا، ثلاث شرائح دجاج وجبن. ناخذ لنا قسمه صغيره منها اللي هي كبر ساندويتش كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفون هذا الثوم. بسم الله. طبعا بما ان اكلنا ثوم كثير نختمها شوية كاتشب افضل. دائما الكاتشب مع الدجاج شيء يتناسب مع بعضه اكثر منه. لا والله حتى اللحم الزبده كاتشب حلو. بسم الله. انا مستمتع جدا بلون الدجاجه هذه. قلني هذا اللي اكلته ما احس فيه زيت كثير. اول كنتاكي كان فيه طعم زيت صح؟ كنا غير الدجاج صار الحين عنده، بس اول كان فيه طعم زيت غريب. اتوقع اول كان في زي طعم الزيت الغريب او شيء زي كذا. هذا ما لاحظته هنا ابدا، بالعكس دجاج جميل وممتع وبس والله. وشكرا للشخص اللي نصحني. انا قاعد اقول له شكرا الحين وانا اكل. يوم يذن الفجر بطاقنا وياه شكلي والله تعالى بنشف. فعشان كذا دائما مويه، اشرب مويه كثير. بس والله كنتاكي رجع دبل داون لو سمحت.